مرحبا اصدقائي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نتكلم على موضوع شائع وهام جدا، هو النزيف الهضمي العلوي upper gastrointestinal bleeding. راح اتكلم بالموضوع المعلومات العمليه واللي بمستوى طالب. بصراحه هو راح تشوف انت على الادباره upper gastrointestinal bleeding. التحدي الاهم هو اللي بتشوفه بالاسعاف، لما بتشوف مريض امامك باقياء مدمى ب vomiting blood، بإقياء مدمى، تمام؟ أو ممكن يكون إقياء طحن القهوة كوفي جراوند، لكن كوفي جراوند هو تكون كمية الدم شوي أقل، لكن vomiting blood دم صريح بإقياء مدمى هذا هو الأهم والأشيع اللي أنت ممكن إذا شفته لأول مرة ممكن ترتبك إنه شيء خطير. تشوف إنه مريض ممكن يكون تعبان او منظر الدم بحد ذاته ممكن مربك لك، ممكن تدوخ انت وتفحص المريض رائحه الدم ممكن توجع الراس شوي، طبيعي جدا راح تتعود. طب انا شو مطلوب مني راح اعمل؟ هو من الحالات تحس انه حالات مربكه انه يا ترى انثقاب، يا ترى نزف، يا ترى دوالي. ببساطه المعلومات الخطوات العمليه سهله جدا، فورا انت راح تروح على المريض. التقييم الاساسي هو بولس والبلد بريشر. انت مجرد ما شفت المريض حتى انت بتشوفه من جاي على باب الاسعاف على دخلته يتقيأ فامتنج بصوت عالي، تلاقي انه صوته عالي وخروج دم. الخطوات الاولى انت راح تروح على المريض فورا تقييم بلس وبلد بريشر. البلس اذا كان اكثر من 100 النبض يعني، والبلد بريشر اقل من 100 معناها الموضوع جدي وخطير. لكن قبل هالشيء انا مجرد ما شفت مريض نزف هضمي قبل كل شيء فورا راح اخبر الكادر التمريضي يعمل له احنا بنسميه فتح وريد او اي في اكسس. يعني اي في اكسس يعني يركب الكانيولا، تمام؟ بس وين؟ بالطرفين، بالطرفين. اي في اكسس بالطرفين ليش؟ لان المريض ممكن ينزف ويفقد حجم، بعد الأوردة الفينز راح تنخمص يصير فيها كولابس، ما راح تبين لحتى تنفتح، اوكي؟ لذلك فورا من اول حركه ناخذ مخذين وريدين 2 اي في اكسس، اوكي؟ وبحجم كبير. الكانيولا مثل ما نعرف الى الوان، ازرق زهري رصاصي فضي اخضر بشكل اساسي. المهم انه ما تكون بلون ازرق، الازرق صغيره، الاصفر للبيبي للاطفال، الزرقاء صغيرة دوما هي للسوائل. المي شو لونه بلون البحر؟ ازرق، وبالتالي هذا المي للسوائل، صح؟ الدم زهري لونه احمر، زهري فما فوق. حتى في ناس تفضل الخضرة، بس احيانا بيجيك مريض عم ينزف صعب، ممكن يكون الوريد ينفتح بيخ كانيولا خضرة كبيرة، وسطي زهري مثل لون الدم فما فوق، اوكي؟ هذا هام جدا، هي الفكرة الأولى. فأنا ببساطة قبل كل شيء انا المعلومات هاي براسي، شو من كان نزف سواء دوالي سواء كان قرحه بعد انسيدز شو من كان السبب، انا راح اروح فورا تقييمي بلس وبلد بريشر واخبر الكادر التمريضي يفتح مأخذين وريدين فورا، اسحب تحاليل دم. فلاحظ انه اجى المريض فورا الدم، يعني فورا انا بخبر الكادر التمريضي لو سمحتوا مأخذين وريدين واروح على المريض بلس وضغط. هاي اهم خطوه، اوكي؟ طيب يعني البلس النبض بيرتفع قبل ما ينزل الضغط، فاذا البلس صار اكثر من 100 معناته المريض بلش يخسر كميه جيده من السوائل. الضغط نزل معناها فعلا المريض خسر حوالي 30% من الحجم، معناته في خساره حقيقيه، اوكي؟ طيب انا شو راح اعمل؟ قدمت بالنبض والضغط فورا راح اعمل بولوس من السوائل، راح اعطيه فلويدز. كيف يعني؟ نورمال سايلين او رينجر 500 ملي بسرعه. يعني باختصار رحت عند المريض والكادر التمريضي عم يفتح الاورده، انا اخذت النبض اخذت الضغط، شفت النبض نازل طالع والضغط نازل فورا فلويدز 500 ملي يعني نص لتر بسرعه. طيب هاي اجراءات اسعافيه، انت اسعاف اي بي جي صح؟ بعدها راح ابلش اخذ القصه والفحص، اتفقنا؟ هاي اجراءات سريعه.
يصير عندك بديهية. ضغط نبض عوض السوائل، خذ قصة فحص على 100 مالك. اتفقنا؟ طيب ملاحظتين فيما يخص موضوع النبض والضغط. ممكن يكون مريض يعني يخسر حجم لكن النبض ما يتسارع أكثر من 100. شو هي الحالة؟ إذا كان عم ياخذ بيتا بلوكر بجرعات عالية نوعا ما ولمدة طويلة، ممكن إذا حتى لو صار خسارة حجم بيتا بلوكر راح تخفي هالأعراض. بيتا بلوكر كمان تخفي أعراض نقص السكر، صح؟ انتبه لها شيء. طيب بالنسبة لموضوع الضغط، المريض ممكن يكون جالس وأنا عم أقيس الضغط، ممكن يطلع معي ضغط 10. أثناء الاضطجاع ممكن يطلع معي الضغط 12 120، يعني معناها في كمية معتبرة، فيه هبوط ضغط انتصابي وبالتالي في خسارة حقيقية بالحجم. أوكي، هذا الشيء كمان لازم ننتبه له. بالنسبة لموضوع أخذ القصة، أخذ الهيستوري، يهمك موضوع القصة الدوائية هام جدا. ممكن يكون أخذ أنسايدز، ممكن يأخذ أنتي كواغوليشن مميعات، أخذت إبرة مسكن اللي هو الديكلوفيناك أكثر شيء شائع، الأنتي كواغوليشن معروف أكثر شيء الوارفارين عنه ممكن تواجهه. حتى أثناء سؤالك فكرة إنه لا تذكر كلمة إقياء، ما كل الناس تفهم هالكلمة، ممكن راجعت، استفرغت، زوعت، صح؟ كل الكلمات حسب اللهجات وحسب الدول وحسب المناطق انه هي توحي اللي هي بموضوع الفوميتنج اللي هو الاقياء. انا استغرب من اطبائنا انه كل المرض بكلمات يعني مصطلحات طبيه، انه والله مو عند انت عندك انتان بولي كسر لك المعاوضه، ما راح يفهمها. بكل مكان في ناس بتدرس هالمصطلحات، صح؟ او بتطلب من الطبيب حتى بالفحوصات مثل السي اس الامريكي انك تحكي مصطلحات يفهمها المريض. نحن ليش نضحك او نتمسخر من مصطلحات مرضتنا وما ندرس هالشيء؟ صح، هذا الشيء لازم يكون مكتوب، وراح نعمل هالشيء. راح اعمل ملف بكل المصطلحات بكل محافظات بكل دوله من دولنا لحتى نفهم مصطلحات مرضاتنا. هذا هام جدا. اوكي، ممكن يكونوا اقليات، ممكن يكونوا بلهجات مختلفه، هذا الشيء لازم نعرفه. بالنسبه لموضوع الفحص، راح ممكن يخطر لك انه مريض نزف هضمي علوي عبر جي اي بليد وفي فوميتنج واضح، شو لازم افحص منه؟ لا، ممكن يكون اولسر يعني قرحه وصار بعدها بيرفوريشن. بالنسبه لموضوع الاستقصاءات، انا شو راح اطلب؟ التحاليل سي بي سي والكيمستري، صح، وكل مرضى النزف بي تي اي ان ار، اذا متوفر على المشفى ممكن اطلب بي تي تي، لكن ببساطه هي الامور الاساسيه. استقصاءات اخرى، ايكو البطن هام جدا، الترا ساوند هام جدا البطن، اذا كان موضوع اذا في انتقاب ممكن يخبرك انه في سائل حر. اذا كان مريض عنده تشمع كبدي سيروسيس، بالتقرير راح يخبرك انه كبد صغير الحجم مشرشر الحواف، بالانجليزي ممكن بالاشعه كورس ليفر يعني خشن، هيتيروجينوس تكستشر يعني كنسيج كبدي مختلف متغير، صح، والحواف خشنة كورس، تمام. هذا يحك انه في تشمع كبدي وفي ارتفاع توتر الباب، صار في دوالي فاريسيز وبعده نزف. طيب هاي مراحل الصدمة. بالنسبة للتحاليل، مريضي صار في نزف حاد، كمية الخضاب ممكن تكون نازلة، بصراحة اغلب الاحيان حتكون طبيعية اذا كان النزف حاد. الخضاب محتاج ممكن 72 ساعة لحتى يبلش ينخفض، وبالتالي الخضاب ما راح احكم عليه قديش صار في خسارة. عندي ضغط ونبض، اذا الضغط نزل تحت 100 والنبض اعلى من 100 معناته انا خسرت حوالي 30% من الحجم. ام سي في ممكن يكون المريض صار عنده نزف مزمن صار له زمان، فتلاقي انه الام سي في نازل، صح، وبالتالي هو سيق مثلا قرحة هضمية، نزف مزمن وهلا صار في نزف كبير مثلا. البليتلت قد تكون سبب للنزف. قاعدة عملية بالصفيحات، مثلا قل بليتلتس كالصفيحات، البليتلتس من 20,000 لـ50,000، رقم 50,000 هو رقم كافي لحتى يقوم بوظائف الهيموستاسيس الإرقاء، أكثر من 50,000 ما راح أنقل، تمام. طيب
تحت ال 20,000 في نزف ولا ما في نزف راح انقل. بين ال 20 وال 50 اذا كان في نزف راح انقل، ما في نزف ما راح انقل. اوكي، معناها تحت ال 50 اذا كان في نزف راح انقل، تحت ال 20 في ولا ما في راح انقل. هام جدا في موضوع البلاتلتس الصفيحات. طيب بي تي اي ان ار ممكن يكون المريض تشمع كبدي راح يكون في تطاول، او ياخذ مميعات مثل الوارفارين. الملاحظه العمليه، اذا كان مريض بتشمع كبدي فما راح يستفيد من فيتامين كي، اول شيء لانه بطيء، ثاني شيء لانه الكبد اصلا مو شغال، وبالتالي راح اعطي فريش فروزن بلازما. فريش فروزن بلازما بالوارفارين، مريض اخذ وارفارين صار في نزف بكميه كبيره، نزف هضمي، صح؟ بهالحاله راح اعطي فيتامين كي عبر الوريد، وراح اعطي فريش فروزن بلازما، فيتامين كي فريش فروزن بلازما. هذا فيما يخص وارفارين بعده نزف هضمي. الفكره الاخرى، شوف التحاليل الكيمستري، يوريا وكرياتينين، بالنزف الهضمي راح ترتفع اليوريا، ممكن تصير مثلا اليوريا 50 والكرياتين 1.2، اليوريا 100 والكرياتين 1.4 مثلا. بهالقيم اليوريا كثير ترتفع بالنسبة الهضمي، ليش؟ لأن وقت تحطم البروتين اللي هو بالدم لما يصير في نزف هضمي. ممكن بعد فترة إذا صار في خسارة حجم كبيرة ممكن يبلش يرتفع الكرياتينين، يعني في سياق بري رينال فيلير، بري رينال فيلير، قصور قبل كلوي. طبعا بعد تعويض السوائل والحجم راح تتراجع هاي الأرقام. الفكرة الأخرى ALT وAST، مريض تشمع كبدي سيروسيس، هالقيم قديش تتوقع تطلع؟ الجواب راح تكون ضمن الطبيعي 60-50، 60-50 بعد التشمع ما راح يكون في قدرة، يعني انزيمات الكبدية راح تكون كتير منخفضة بعد التشمع والانكماش، ما راح تكون مرتفعة. اوكي؟ مو مثل التهاب الكبد الحاد حتكون مرتفعة. طيب صحيح، وملاحظة على موضوع التهاب الكبد، دوما من القصة اذكر التهاب الكبد، صار في نقل دم سابق، جروح سابقة غير نظيفة مثلا، انت اثناء فحصك له دوما البس كفوف. اتفقنا؟ اي مريض مجرد ما دخلت على المستشفى البس كفوف وفحص المرضى، اتفقنا؟ طيب كل الكلام السابق هو كان كلام بالاسعاف، انا بالجناح شو وظيفتي؟ شو راح استفيد؟ انت رحت على الجناح وشفت اضبارة او ملف المريض، هاي المعلومات اللي تكلمنا عنها راح تكون ببالك، هاي لازم تتعلم انه كيف تطبقها، بلد بريشر بلس، وبعدها موضوع السوائل ونقل الدم، هذا هام جدا، ونقل الصفيحات اذا كان في حاجه، فريش فروزن بلازما اذا كان في حاجه. راح تشوف المريض في النفر راح يكتبوا لك يو جي اي بي على هاي الورقه، يعني نزف هضمي علوي مهما كان سببه، هذا المريض راح يخضع للتنظير الهضمي العلوي لحتى نشوف السبب. بعد الادويه راح ياخذ، طبعا هو ام بي او راح يكون، لا ياكل ولا يشرب. الفكره راح تلاقي دواء مكتوب اسمه رايزك او نيكسيوم، هو عباره عن بي بي اي بروتون بامب انهيبيتورز، تمام؟ بياخذ بجرعه معينه 40 مرتين باليوم بس، لكن هي الادويه الاساسيه. باقي الادويه معالجه عرضيه، خافض حراره، مضاد اقياء، لكن هذا الشيء بشكل اساسي. بي بي اي لبين ما يتم التنظير، هام جدا. بالتنظير حتلاقي انت بالاضباره بالملف تقرير التنظير، انه والله قرحه بقطر فلاني كذا نازفه او غير نازفه، والتقييم. اذا كان في شك بالهيليكوباكتر بايلوري ممكن نعطي العلاج الثلاثي. بس هذا الشيء بشكل اساسي. كان المريض عنده تسمم بالوارفارين، اخذ وارفارين بكميه كبيره، ساعتين راح نعطي معه مثل ما اتفقنا فيتامين كي مع فريش فروزن بلازما. ممكن هذا المريض بتلاقي انتم كاتبين له نقل دم بلاد، عم ينقل دم. طيب سؤال، في فكرتين بنقل الدم. مريض نقل دم بوحدات كبيره، فلنفرض اخذ 4 كياس دم، بعد صار عنده شوي مثل التنميل وتجزز بايده، شو ممكن يكون؟ ممكن يكون نقص كالسيوم. السترات الموجوده بالدم راح تخفض باكياس الدم، راح تخفض الكالسيوم. لذلك بعد نقل الدم ممكن نعطي ابره كالسيوم كوقايه. السؤال الاخر، مريض عم ينقل دم وصار عنده هبوط ضغط، صار عنده ضيق تنفس، ديسنيا، زله تنفسيه، او احمرار بالجلد. اذا صار هيك ممكن يكون اشك انا بالانفلاكسس. انافيلاكسس. ساعتها اوقف كيس الدم واعطي ادرينالين.
نص أمبولة بالعضل، بالعضلة الفخذية. أوكي، هذا كتقييم سريع وإسعافي. انتهى اللي بتهمك، مرض عميق قدام وصار فيه هبوط ضغط، وصار فيه حكة جلدية، صار فيه دسنية. خلاص أنا أوقف الدم وأعطي أدرينالين بالعضل. أوكي، أنت ممكن يجيك حتى أسئلة البورد، مريض رض، مريض رضوض، ونقلنا له 4 وحدات دم وصار فيه تكزز أو اختلاجات، شو السبب؟ هايبوكالسيميا، نقص كالسيوم. بالنسبة لمريض الدوالي اللي هو الفاريسيز، يعني غالبا هو مريض سيروسيس، مريض تشمع كبدي، ويجانا حاليا ب upper gastro intestinal bleeding. شو راح نحن نعمل؟ MPO، لا شيء عبر الفم، لا راح ياكل ولا راح يشرب. ساندوستاتين اللي هو اوكتريوتايد، مشابهة السوماتوستاتين، يقلل النزف. طيب في شيء اسمه روس او روسوفلاكس او روسيف اللي هو سيفت رياكسون. شو كان هاد؟ السيفالوسبورينجي الثالث. ليش؟ مرضى الدوالي اثناء النزف معرضين للانفكشن، خاصة SBP Spontaneous Bacterial Peritonitis، لذلك نعطي Antibiotics، صادات حيوية للوقاية. أوكي؟ هام جدا. طيب تسمع كمان موضوع مرضى الدوالي ياخذوا حاصرات بيتا بلوكرز مثل Propranolol. صح الكلام، لكن ليس أثناء النزف الحاد، هذا للوقاية، الموضوع نزف. Propranolol هام جدا للوقاية. الفكرة الأخرى، إذا كان بعد ما عملنا هالإجراءات وصار في نقل دم ونقل فرش فروزن بلازما والمريض نوعا ما استقر أو حتى ما استقر ولسه في نزف، ممكن نضطر للربط، للباندينج أو اللايجيشن للدوالي للفيروسيز حتى نوقف النزف. كيف يعني؟ كيف الطريقة؟ هي أثناء الإندوسكوبي. على سبيل المثال بهالمكان دخل أثناء الإندوسكوبي بيكون في رباط يطبق على المنطقة النزف بهالطريقة لحتى يوقف موضوع النزف. بالفيديو راح نشوف الدوالي هي مثل اللي بتشوفه الأوردة المتعرجة بأقدام السيدات المسنات. شوف بهالمكان راح يتنسحب وراح يطبق الرباط. لاحظ هذا الرباط الأسود. لاحظ تنسحب حتى يطبق الرباط. لاحظ هذا الرباط الأسود. فالخلاصة اليوم، شفت مريض إقياء دم أمام عينك، لا تخاف لا توتر، روح عليهم بقوة، روح افتح مأخذين وريديين 2 IV access، اسحب تحاليل وقيم النبض البالس والبلد بريشر على ضبط. اتصرف، البالس طالع أكثر من 100، البلد بريشر أقل من 100، فلويد بولس نص لتر بسرعة، وبلش ابعته خليه يجيبوا دم. اوكي، بتبلش او الكريات المكثفة بتبلش بالنقل. هاي اهم الاجراءات، بعد تاخذ القصة، تفحص المريض، تطلب الترا ساوند للبطن، تقيم الحالة، وبعدها بتتصرف على الاساس. هيك معالجة حادة واسعافية وانقذت المريض. ان شاء الله كان الفيديو مفيد. شوفكم ان شاء الله فيديو جديد. سلام.